دكتور إيهاب لو سمحت ترجع للوحة دي. اه من فضلك. انا هتكلم على الاثنين دول بس اللي في اللي هم الكلور والفوق اكسيد الهيدروجين. تمام. الكلور احنا انتوا شغالين في المصنع دلوقتي مش كده؟ تمام. هيخلص امتى؟ ان شاء الله ابريل 2014 يا فندم. 24 يا فندم. اسف. 24. طيب احنا كده بس انا هنا يمكن بس يعني براجعك في البيانات ديت عشان اقول ان احنا لما اتحركنا في موضوع بعض المواد اللي احنا قلنا عليها ان هي خاصه واستراتيجيه للدوله دكتور مصطفى، قلنا من ضمنها الكلور ومن ضمنها الغازات الطبيه اللي احنا النهارده بنفتتح جزء منها او بنفتتحها. يعني لما اتكلمنا في موضوع الغازات الطبيه كان المفروض ان احنا انتاجنا كان قبل كده الى حد ما يكفينا، لكن جت ازمه كورونا وكانت مشكله بالنسبه لنا مش كده؟ تمام. وبالتالي قلنا لا احنا لازم يكون عندنا الكميات اللي تكفي الواقع اللي احنا موجودين والتطور المحتمل في الخدمه الطبيه خلال السنه الجايه مش كده؟ صحيح. كويس. الكلور بقى ايوه احنا برضو بنقول من دلوقتي ليه؟ لان يعني التطورات اللي موجوده في العالم دلوقتي مخليه مفيش استقرار في موضوع التعاقدات. صحيح. مش كده؟ ايوه. وبالتالي الحاجه اللي حتى اللي كنا بنتعاقد عليها بتكلفه معينه بقت التكلفه بقت زياده والتوقيتات بقت مختلفه. وبالتالي احنا محتاجين نفكر في ان الحاجات اللي انتوا واخدين خط فيها بنعتبرها مع بعض حاجة استراتيجية للدولة ما نقدرش نستغنى عنها، سواء كان بالاستيراد ان احنا قلنا هنستوردها من بره نتيجة برضو ان سلاسل الامداد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا السنتين بتوع كورونا والسنة بتاعت الحرب الروسية الاوكرانية قالت ان ما امكن ان احنا يبقى عندنا انتاج ذاتي او انتاج محلي ذاتي لبعض الموضوعات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. صحيح. انا بقول لكم الكلام دلوقتي ليه؟ عشان تفكروا فيه اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه. على سبيل المثال الهيدروجين. تمام. فوق سيدة. احنا انتاجنا 30%. احنا انتاجنا دلوقتي 50% من احتياجات السوق المصري. كويس. واحنا المنتج الوحيد. وبده. ما هو بده يا فندم. لا اللي انتوا بتعملوه. او اللي احنا كلامي معاك عشان نعمله. تمام يا فندم. هنكفي السوق بنسبه 100% ان شاء الله. لو عملنا مش كده؟ لو سيادتك صدقتنا ان شاء الله. طيب انا بس بقول كده ليه؟ لان احنا لما بنتكلم في الموضوع دلوقتي وبناخد فيه القرار عقبال ما بيطلع ونيجي نتفرج عليه هنا او نفتتحه يعني ما اقصدش بياخد من سنتين لثلاثه على الاقل. يعني مصنع الاسمده بتاع العين السخنه لو احنا بنتكلم عليه بتاع احنا بنفتتح الاسمده الفوسفاتيه دي رحنا رايحين قلنا للشركات تعالوا اعملوا لنا مصنع اسمده ازوتيه. صحيح. اللي هم الست مصانع اللي احنا هنفتتحهم ارجو ان يكون شهر 3 او 2 زي ما انتوا قلتوا لي ولا ايه يا وليد؟ ان شاء الله يا فندم في نهايه شهر 3. ها كده يعني ان شاء الله. طيب انا بس بقول كده ليه؟ النهارده انتوا شايفين انا مش هنقل من حاجه لحاجه لكن اقصد اقول ان انا لما بناخد قرار دلوقتي ان احنا نقول لو سمحتم اشتغلوا على ده انتوا بتاخدوا على الاقل 3 سنين او 4 عشان الحاجه دي تطلع للنور. وانا بقولها الكلام ده مش ليا ولا حتى للدكتور مصطفى ولا حتى للحكومه، انا بقول الكلام ده للراي العام. يعني لما حد بيقول ايه الموضوع ده تصدوا له، لما بنتصدى له بياخد من 3 ل 4 سنه عقبال ما يخلص. ده ايه على افتراض ان احنا بنتحرك بسرعه.